السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم. وفي الفيديو ده هنتكلم على إن برشلونة بطلا للسوبر الأسباني في هذا الموسم، فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إزاي فريق برشلونة توج بالسوبر الأسباني في هذه البطولة. ففاز فريق برشلونة على فريق ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدف في مباراة السوبر الأسباني، المباراة اللي كانت بتقام على استاد فهد الدولي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. وكان سجل أهداف فريق برشلونة اللاعب جافي في الدقيقة 33، ثم ليفاندوفسكي في الدقيقة 45، وبدري في الدقيقة 69، وسجل هدف ريال مدريد النجم الكبير كريم بنزيما في الدقيقة 93، عشان بكده يكون فريق برشلونة بطلا للسوبر الأسباني لعام 2023 للمرة الـ14 في تاريخه. في مباراة سيطر فيها فريق برشلونة على مجريات المباراة بالكامل، وقدر ان هو يخطف اللقب من المدير الفني الخبرة الكبير جدا كارلو انشيلوتي ولاعبي ريال مدريد اللي ما كانوش في حالتهم خالص في هذا اليوم، عشان بكده يكون اول القاب المدير الفني تشافي مع فريق برشلونة هو لقب السوبر الاسباني. وما زال فريق برشلونة زي ما احنا عارفين هو حتى الآن الأول في الدوري الأسباني بفارق 3 نقاط عن فريق ريال مدريد، كما ان فريق برشلونة بيلعب في هذا الموسم في بطولة الدوري الأوروبي بعد خروجه من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضا بينافس على بطولة كأس أسبانيا في هذه السنة. فبرشلونة ما زال أمامه العديد من الألقاب التي يستطيع فيه الفوز فيها مع المدير الفني تشافي في هذا الموسم، فقدامه زي ما قلنا السوبر الأوروبي، وقدامه كأس أسبانيا، وقدامه بطولة الدوري الأسباني، وقدر إن هو يحصد أول بطولة في هذا الموسم وهي بطولة الموسم وهي السوبر الأسباني. فكان ريال مدريد تعادل مع فريق فالنسيا في أول لقاء في الدور نصف النهائي في السوبر الأسباني، وكانوا تعادلوا بنتيجة 1-1، ثم فاز فريق ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، كما فاز فريق برشلونة على فريق ريال بيتيس بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد ما انتهى اللقاء في بدايته بالتعادل بنتيجة 2-2، عشان يوصلوا الفريقين ويلعبوا مع بعض في نهائي السوبر الأسباني. المباراة اللي حسمها في النهاية فريق برشلونة على حساب ريال مدريد بنتيجة 3-1 في مباراة تألق فيها شباب فريق برشلونة على خبرة لاعبي ريال مدريد اللي كانوا موجودين على أرض الملعب، عشان بكده يكون فريق برشلونة توج بالكأس السوبر الأسباني لعام 2023 للمرة الـ14 في تاريخه، والبطولة الأولى في عهد المدير الفني تشافي. في النهاية بنبارك لفريق برشلونة على هذا الفوز الكبير على المدير الفني القدير كارلو أنشيلوتي ولاعبي ريال مدريد أصحاب بطولة الدوري الأسباني في الموسم الماضي وأصحاب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكن قدر شباب فريق برشلونة إن هم يفوزوا على خبرة لاعبي ريال مدريد في الملعب، فكان النفس الأطول عند فريق برشلونة ونجح ان هو يسجل بدل الهدف 3، وسجل فريق ريال مدريد هدف شرفي في نهاية المباراة
لكي يخرج من المباراة خاسر اللقب ولكنه كسبان هدف من النجم الكبير كريم بنزيما. وفي النهاية بنبارك لكل برشلوني كان بيشجع فريق برشلونة في هذه المباراة، ونقول هارد لك لكل واحد ريال مدريدي كان بيشجع فريق ريال مدريد في هذا اللقاء. فالروح الرياضية تحتم علينا أن نقول مبروك للفائز ونقول هارد لك للفريق الخسران، عشان بكده نقول مبروك لفريق برشلونة ونقول هارد لك لفريق ريال مدريد. وعشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على ان برشلونة بطل للسوبر الاسباني لعام 2023. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي.